تواصل معارض أهلا رمضان المتواجدة في مدن دمياط تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة. هذا وتشتمل معارض أهلا رمضان على كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين وبتخفيضات تصل إلى 20%. موجود جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة من 20-30%. عندنا لحوم وعندنا عندنا لحوم ومواد غذائية وعندنا زيوت وعندنا زيوت بمستوى عالي جدا وجودة عالية جدا، وعندنا مكرونة وعندنا رز وعندنا جميع السلع اللي بيحتاجها البيت المصري. كتر خير الدولة وكتر خير الرئيس السيسي، مبادرة جميلة ويا ريت تستمر معانا على طول. أسعار ممتازة وجميل زي الفل. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا مجهود جبار علشان توفير السلع للناس الأقصى احتياجا. طبعا بالنسبة برضو سلعة الرز على أقصى موجود يعني جهد اللي هم يوفروا للناس عشان طبعا عدم الاحتكار وعدم الكلام في أي أسعار تانية يعني.